وقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بثمانون ألف مقاتل أمام رستم الذي وقف بمئة ألف وثمانون. وقف سعد بن أبي وقاص أمام إمبراطورية من أعتى إمبراطوريات التاريخ، قال عنها مؤرخو التاريخ: ما أشرقت شمس الدنيا على إمبراطورية أعظم من إمبراطورية رستم. في ذاك الزمان قل عنها إمبراطورية أمريكا في زماننا، في ذاك الزمان قل عنها أنها إمبراطورية أوروبا في هذا الزمان. وأخذ رستم ناهيك عن هذه الجنود، عن هؤلاء الجنود، ناهيك عن السلاح والعدة والعتاد وعن أعتى وأحدث السلاح في ذلك الزمان. أخذ معه 30 فيلا مدجج بكل ما يملك من السلاح ومن العتاد. ولكن بعدما تسمع هذه الأحداث ستتيقن تماما أن القوة عند الله ليست قوة الأعداد ولا العدة ولا العتاد، وإنما القوة عند الله قوة الإيمان في قلوب الرجال. فلقد كان الكفار والمنافقون مئات الآلاف، إلا أن رجل واحد كان بأمة من رجالات الصحابة، رجل واحد كان يزن ألفا من المنافقين، رجل واحد كان يزن مئة ألف من الكفار. تعالوا بنا لنعيد مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. وقف رستم في ليلة من الليالي قال لأحد جواسيسه: أريد منك أن تأتيني بخبر جيش سعد في الليل، وأريدك أن تأتيني بخبر جيشي في الليل، أي أنني أريد خبر الجيشين، ماذا يصنعون في الليل؟ قل لي بربك، لماذا لم يطلب رستم أن يأتي هذا الجاسوس بأخبار الجيشين في النهار؟ لماذا اختار الليل؟ تدرون لما؟ لأن رستم وقف محتارا متعجبا. التاريخ ذكر الأعداد 10,000 مقابل 60,000، 20,000 مقابل 100,000. تبدأ صفحات التاريخ بالأعداد، فيتبادر إلى ذهنك أن النصر حليف 100,000 مقابل 10,000، هذا ما يدخل العقل. ولكن التاريخ ينهي صفحاته بالانتصار 10,000، فهو أراد أن يعرف ما سر هذا. هناك سر جعل هؤلاء ينتصرون. قال: أما النهار، هو يعرف من هم في النهار. لماذا؟ لأن خالد بن الوليد لما وقف أمام قائد الروم قال: يا قائد الروم، نحن قوم نحب شرب الدم، ولقد وصلنا أن دم الروم هو أسكى الدماء، فجئنا اليوم كي نشربه. معروف من هم في النهار. قال عنه الشاعر: رهبان ليل إذا جن الظلام بهم، رهبان ليل إذا جن الظلام بهم، كم من عابد دمعه على الخد أجرى، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. قال: ائتني بخبرهم في الليل، أما النهار فأنا أعرفه، أما النهار فأنا أدري به. قال: بالليل، لأن الليل ستعرف سره. وكيف انتصر المسلمون؟ لما انتصروا بالليل انتصروا بالنهار. وفي زماننا لما هزمتنا المواقع الاجتماعية في الليل، ولما هزمتنا الأغاني في الليل، ولما هزمتنا الأفلام والمسلسلات في الليل، كانت لأوروبا أن يعلو شأنها، ونحن تحترق قلوبنا ليل نهار
نعيش على الأمنيات والأحلام. قال اذهب واتني بخبرهم في الليل. جاء ووقف على بوابة حصن سعد، جيش سعد، فنذر فإذا بحراس البوابة يقرؤون القرآن، أي أن الحراس هم حفاظ لكتاب الله. بالله عليكم أسألكم بربكم، إذا كان حراس البوابة هم حفاظ لكتاب الله، أيهزم مداخل الحصن؟ لا والله، لا والله، أمة حراسها حفاظ كتاب الله لن تهزم هذه الأمة. أما في زماننا أمة شبابها يخرجون من الإسلام إلى الإلحاد، كيف ستنتصر؟ نظر وإذا بهم حفاظ كتاب الله، اقتحم الحصن، وإذا ببعضهم جلس في حلقة يتدارسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب أمتنا، يا رجال أمتنا، يا شباب الغد المأمول، واليوم يوم مجروح، فيا شباب الغد المأمول على بعد ساعة أن يواجه أعتى إمبراطورية في التاريخ ويقيمون حلقة يتدارسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أكاد أزن أن كثير من رجال أمة محمد ومن شباب أمة محمد في زماننا لا يعرفون عن محمد إلا محمد بن عبد الله، يتدارسون سيرة رسول الله قبل المعركة. للنصر أسباب، فأين للنصر أسباب؟ أين هذه الأسباب؟ أين هذه الأسباب؟ هل نحن طبقنا أسباب النصر؟ سؤال يا أمة محمد، هل نحن مؤهلون للنصر؟ بعضهم يتدارس سيرة رسول الله، بعضهم كان يقيم الليل، يقيمون الليل، فمن قام الليل هان عليه تعب النهار، من قام الليل هان عليه معمعات المعارك، فكان سهلا أن ينتصروا. حققوا مراد الله في ليله فحقق الله مرادهم في نهاره، حققوا مراد الله في ليله فحقق الله مرادهم في نهاره. وبعضهم كان يتدرب على الرماية من باب وأعد لهم ما استطعتم، فانطلق أين؟ إلى حصن رئيسه قائده رستم، فدخل إلى بوابة رستم فوجد أن جيش رستم قد انقسم إلى قسمين، القسم الأول مع الخمر ومع الغانيات، والقسم الثاني من الجيش نائم لا يعرف شيئا. وهذا الذي خططه الغرب لنا ولنسائنا ولأهلنا ولأبنائنا. ألم يخططوا للشعوب أن تنقسم قسمين؟ القسم الأول مع الخمر والغانيات والمخدرات والحشيش، والقسم الثاني نائم ما معه خبر الدنيا. فانطلق إلى رستم وأخبره بالخبر. تدرون ماذا صنع رستم؟ قائد أعظم إمبراطورية في التاريخ، تدرون ماذا صنع؟ عض على أنامله وضرب كفا بكف وقال: الهزيمة الهزيمة، سلام على العراق، لا عراق بعد اليوم. ماذا قال له الجاسوس؟ هل قال لي رستم عندهم مفاعل نووية؟ عندهم قنابل ذرية؟ هل قال لي رستم عندهم صواريخ عابرة للقارات؟ لماذا سلم العراق قبل بليلة؟ لماذا؟ لماذا عض على أنامله وهو لم يواجههم أصلا؟ لم تبدأ المعركة قال: سلام على العراق، لا عراق بعد اليوم. لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأن الجاسوس قال له: رأيت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح، في ظل القرآن، في روضة الصحاح،
من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح.